خويا هاد الناس هاد المسؤولين اخويا راه ما عشان نقول لك حنا صابرين مده الشهور حنا صابرين كنلتزموا كنا كنسدوا مع الوحده من بعد بقينا كنتناقشوا معاهم داروا لنا ثلاثه ومني خرج من ترفع الحجر الصحي المده دابا راه شهر يعني بقينا واحد يومين اللي بقينا حتى ديك السبعه ثمانيه وهاد ثلاث ايام هادي جا عندنا المسؤول الخليفه ديال القيد كيقول لنا سدوا مع ثلاثه يعني ما كاين حتى شي مبرر ما كاين حتى شي بؤره ما كاين حتى شي مشاكل الناس ملتزمين هنايا الناس اللي عمرها دار كل واحد دير المهنه ديالو التجاره ديالو والناس عندهم كرا كاين اللي كاري ب 4000 درهم 5000 درهم هاد الناس باش غيخلصوا هاد الكلام اللي غيسد مع ثلاثه مع العلم ان في الصباح ما كتكون والو الناس كيحلوا حتى ال 11 ثلاثه ما كافياناش حنا يلاه كنحلوا مع 11 ثلاثه ما كاين ما حنا ما البيع عندنا ما تيكون حتى العشيه وما عندنا لا بؤره لا والو في هاد السوق هذا وهاد الحوايج هادو خويا حنا كنشكوا بان راه غير هاد السلطات اللي عندنا هنا اللي مكلفه بهاد المنطقه هادي هي اللي دايره هاد الشيء ما يمكنش حنا بيننا وبين الناس غير شانطي هما تيبقاو حتى 8 وحنا تنبقاو حتى 6 وعندنا ضرر عندنا كرا عندنا مصاريف عندنا لي شارج عندنا التزامات مع الناس خصنا عندنا شيكات خصنا نخلصو من الناس خصنا يعني كاينين شي حوايج اللي ضرينا فيهم بزاف كاع القيصاريات اللي كاينين في حي محمدي كاملين تيبقاو حتى 8 الا حنا ثلاثه كنسدو لينا مع الثلاثه هذا هو هذا هو اللي كاين خاصهم يديروا ما فهمناش المشكل غامض ما واش ما فهمناش فارضين انا واحد التوقيت اللي ما مناسبناش حنا حيت دابا المشكل ديال الناس الاغلبيه ديال الخدمه راك شتي دابا ما كاين ما يدار غير هو الوقت اللي كنسدو حنا مع ديك ثلاثه يعني كتحرك شويه الخدمه عندنا حنا بحال الناس ديال الالكترونيك الناس ديال هادو كتحرك عندهم خدمه الاخ يلاه حل وحده يلاه حل يعني كيفاش هذا يلاه حل مع 12 وغيسد مع الثلاثه وباقي الاسواق كل الاغلبيه ديال الاسواق يبقاو حالين هو المشكل حنا كنا في الاول كنسدو مع ثلاثه ومني حيد الحجر يعني ولينا كنسدو حتى ثمانية ولكن دازت واحد يومين قال لي غترجعوا لثلاثه مع العلم ان ما كاينه لا بؤره هنا لا والو واش هذا الشيء مقصود واش هذا الشيء كاين شي حسابات ما فهمناش حنا على هذا الشيء اللي طلبنا منهم قلنا بغينا معير يشرحوا لنا شنو السبب الحقيقي اللي كيفرضوا علينا هذا الاجراء ديال ثلاثه كنا ملتزمين معاهم قال لك سيدي سد سدينا شي واحد اللحظه عطاونا نحلوا وسد مع ثلاثه وحلينا شويه دابا عاود رجعوا لنا القرار ديال ثلاثه المغرب كامل حال حنا عندنا سواق هنا يا ام حدانا ما بيناتنا وبينهم والو سيدي مومن على المثال سيدي مومن خدام حنا فاش كنا حنا كنسدوا مع ثلاثه وهما خدامين حتى العشره في وقت الحجر عطينهم حتى الثمانيه وحتى العشره حنايا هنايا عاطيننا كيقول لك ثلاثه هاد الثلاثه ما فهمناهاش منين جات منين هاد القرار منين جا ما تامن كيقولوا ما قولوا لنا علاش كون كان شي حاجه علاش بالضبط اللي غادي ندخل العقل دخل لينا العقل راك عندكم شي حالات راه عندكم شي حاجه علاش كتسدوا انا كتمشي كتمشي عند القايد خويا انا عاطيني قرار سير عند الباشا كنمشي عند الباشا انا عاطيني قرار سير العماله مشي عند العماله حتى واحد ما كيتسوق لك علاش هذا المشكل هذا الله اعلم غتسدوا مع الثلاثه الكليان ديالي انا كنقول ليه خويا كيقول لي معاش كتسد كيقول لي مع الثلاثه يقول لي ويلا انا معاش غنجي عندك راه كنجي حتى العشيه بنادم اصلا ما كيفيق حتى 12 حتى 11 اللي خدام كيخرج حتى للربعه ولا حتى للخمسه باغي يقضي غراضو حتى العشيه اش غيجي ما فهمناش علاش حنا الوحيدين في كازا كامله في لي مارشي كاملين اللي تنسدوا مع الثلاثه كيفاش علاش ما فهمناش حنا بغينا شي نهار غير نجربوا ديك القضيه ديال السته نسدوا شي نهار حتى حنا مع السته بحال الناس ما عمرها كانت اولا نسدوا مع الثمانيه ما عمرها كانت نهائيا بغينا غير يثبتوا لينا كاينه شي حاله هنا ما عمرها كانت قلنا لهم جيو درنا التحاليل لقيتوا عندنا شي حاله حنا سدوا لينا المارشي تاع عام ماشي مشكل ولكن بالله عليك مارشي على قدو سوق السلام اللي معروف وحتى لي سباس عندنا كبير هنا يعني لدرجه ان هنا سياره تقدر تدوز من هنا يعني اتساع كاين بنادم ما تقول لك ذاك المرض زعما والازدحام وداك الشيء ما كاينش بغينا غير يتحاوروا معنا يعطيونا غير حجه ولو واحده علاش حنا من دون الناس كاملين نسدوا مع الثلاثه يعني حنا نهار السبت غيسدو كاملين حتى شي واحد ما غيحل وغنمشيو غنديروا وقفه احتجاجيه حنا ما بقيناش نوصلوا لهذا المشكل ديال الاحتجاج ونديروا الفوضى ولكن راه السلطه كتخليك دير الفوضى راه ملي غنجمعوا واحد 360 محل وكل محل فيه جوج الناس وغتولي 600 واحد تخيل 600 واحد ملي غتجمع وكلشي كيغوت ماشي فوضى فوضى ولكن حنا ما باغيش الفوضى حنا باغين قرار فهمتيني حنا باغين شي حاجه سلميه حنا باغين يتفاهموا معانا حتى لا جيتي سديتي قولي لنا علاش تسد ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس